بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم استكمالا لشابتر 7 Soil Stabilization Methods هناخد بارت 2 هنتكلم في بارت 2 عن الميثودز اوف سيرفيس stabilization احنا في بارت 1 قلنا ان انواع السويل stabilization في سيرفيس ستابلايزيشن في جراوند امبروفمنت النهارده هناخد ايه هي طرق السيرفيس استابلايزيشن وناخد اول نوع اللي هو الميكانيكال استابلايزيشن وهناخد الديزايربل بروبرتيز اوف سائل اجريجيت ميكس ايه هي طرق السيرفيس استابلايزيشن او التثبيت السطحي عندنا اربع طرق في ميكانيكال استابلايزيشن وفي فيزيكال استابلايزيشن وفي كيميكال استابلايزيشن وفي فيزيكو Chemical Stabilization النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الميكانيكال Mechanical تعتبر الميكانيكال Mechanical من أبسط الطرق. Simplest ميثود فور Soil Stabilization. It is used to improve the سب جريدز of low bearing capacity. يعني تربة عندي قدرة تحملها صغيرة، هيبقى هنستخدم الميكانيكال Mechanical Stabilization. Extensive used for construction of paces. أو bases and surface of the roads. يعني غالباً بتبقى في الطرق للـ-pays و الـ-sub-pays و surface This method is suitable for low-volume roads. يعني roads in low rainfall areas. يعني ما يبقاش عندي مطر كتير. Preferably for construction of embankment for roads و railways etc. ان ذي تكنيك اللي هو الميكانيكال سابلايزيشن ميكانيكال انرجي از يوزد يعني بستخدم الرولرز بليت كومباكتور التامبرز اكسترا باي تشويز or natural soil يعني هبتدي اختار هالرولر ولا هستخدم البليت كومباكتور او التامبرز على حسب نوع مين الصيد ليه بستخدم هذه الالات؟ to improve the soil properties by compaction يبقى الفكره الاساسيه في الميكانيكال استبليزيشن هو الكومباكشن عشان كده لازم تراجع الجزء بتاع الكومباكشن اللي انت درسته في الصيد ميكانكس كويس جدا to get ميكانيكال ستيبل لاير عندي طبقه هنا مالها البيرنج بس بتاعتها صغيرة عشان الفراغات كتير، لما انت تدمكها أو تعمل لها كومباكشن البيرنج كاباستي بتاعها هيزيد. The basic principles of mechanical stabilization are correct proportioning and effective mean compaction، يعني إيه الأساس العلمي للتثبيت الميكانيكي هو إيه؟ إن أنت تقدر تشوف تحط النسب اللي هتحط بيها المواد على التربة او نسب السريان بتاعه المعده الخاصه بالدم والافكتيف كومباكشن بتاعها عشان كده لو احنا عايزين الديزايربل بروبرتيز اوف سويل اجريجيت ميكس اللي انت عايز تحطها عندي رمل وعندي زلط فايه الخواص اللي انت عايز للاجريجيت ديت اول حاجه لازم تكون ادكويت سترينث يعني تعتبر مقاومه كافيه ليها مقاومه كافيه ما تجيبش تربه ضعيفه incompressibility يعني مالها غير انضغاطيه يعني ايه انضغاطيه يعني ما تجيبش تربه كل شويه عمال يحصل لها انضغاط انضغاط مشكله ليس change in يعني تغير في الحجم بتاعها قليل قوي stability with variation in water content يعني بيحصل ثبات مع تغير مين الووتر كونتنت لازم تبقى ثابته good درينج يعني الميه تخرج منها بسهوله عشان اقدر اعمل لها الدم واول حاجه ease of compaction يعني تبقى سهلة مين الدم دولت desirable properties أو الخواص المطلوبة ليا للسويل uh, aggregate mix شكراً